مليون و200 شخص ما مشمول. عندنا الان حوالي 1,150,000 يعني اسره وفرد طبعا. زين عندكم تخصيص هذا العام انتم فلوس؟ لا اللي احنا اكملنا بحثهم، وتدري عاده اللي يكمل بحثهم ننتظر الى ورود التخصيصات الماليه. حقيقه احنا في عام 24 يعني الان بالموازنه ما اعتقد عندنا تخصيصات لشمول اعداد كبيره، لكن احنا بدانا حمله اطلقناها اسميناها حمله استرداد. اي هذه الحمله هي لكشف المتجاوزين على شبكه الحمايه. يعني المتجاوز يروح للمستحق؟ طبعا المتجاوز يروح للمستحق. تمام. احنا نتوقع ان نكتشف مئات الالاف من المتجاوزين، لغايه الان اكتشفنا اكثر من 30,000 والحمله مستمره. يعني 30,000 هذه السنه، السنه الماضيه كشفنا اكثر من 170,000 والان قريب ال 40,000، لا اكثر من 30، قريب ال 40,000. نتوقع انه خلال هذه السنه ستصل الحملة إلى مئات الآلاف من المتجاوزين. شلون يتم اكتشافهم؟ بحث جديد، بلاغات؟ عندنا عدة طرق. الأصل هو تقاطع البيانات. زين. مع كل وزارات الدولة والهيئات والمحافظات والمؤسسات. ما كان هو يستلم وماشي وضعه؟ اي مستلم وماشي وضعه، بس هو عد راتب. شلون القضية؟ مو هو عد راتب عادة. أما الزوج عد راتب والزوجة تستلم باسمها، أو الزوجة عدها راتب والزوج يستلم باسمه، هذا واحدة. اثنين تقاطع البيانات مع مديرية المرور العامة. زين وإذا عنده مطاعم مثلا ما مسجلة شلون؟ اي هاي نقاطعها مع دائرة الضمان ودائرة العمل، ايضا بدينا بالتقاطع البيانات. وايضا لدينا تفاهم مع الاخوة في جهاز الامن الوطني، باعتبار ان كل المحلات والمطاعم والاسواق مسجلة لدى الامن الوطني. وبالتالي هذه البيانات ايضا ستقاطع، لذلك نتوقع مئات الالاف ستكتشف. يعني ما حد يفلت من يومكم، لا اللي عنده مطعم ولا اللي عنده، لا، لانه هذا ياخذ استحقاق غيره. يعني احنا نشرنا اليوم تنويه عن البرنامج، تعرف انه اكثر سؤال يوصل شنو؟ ايه انت تتوقعك شنو؟ الوجبه السابعه اكيد. اي والله افرح مع والديك. طبعا اهل بالشارع يكتبوا لي يعني يحاشوني، ولا على الواتساب يكتبوا لي شنو الوجبه السابعه. احنا باعتبار اكملنا الوجبه السادسه ومن حق الوجبه السادسه ايضا. وانتقلنا دخلنا في عام 2024. عام 2024 لا زالت الجداول غير مكتمله للموازنه، ننتظر اكتمال الجداول لنرى هل هناك تخصيص مالي او لا. زيب. حتى نستطيع ان نشمل به، هذا من جهه. من جهه اخرى احنا عاملين على ملف التجاوزات، لذلك هي دعوه الى كل ناسنا واهلنا. اذا كان عندكم في منطقتكم شخص، طبعا هم سابقا كانوا يخفون الرواتب الرعايه، الان الكل يتحدث عنها. اذا كان شخص غير مستحق، يعني عنده سياره حديثه، عنده محل، عنده مصنع، عنده معمل، عنده فلوس، عنده كذا، فبلغ عنه. بلغ. لأن تبليغك عنه أول مرة اسمك ما يكشف، ثانيا هذا راح ينقل استحقاقه إلى من هو مستحق. هاي واي ناس راح وعندنا أرقام حرق راح يصير مع الوزير واي ناس منها. طبعا هذا احنا اللي اكتشفنا حوالي، قلت لك لحد الان السنه الماضيه وهي السنه عبرنا 220,000 تقريبا. زين. اعداد كبيره من اكتشفت من خلال التبليغ طبعا. اضافه الى الباحثين، احنا باحثين يجددون كل سنه يسوون البيان السنوي، فهذه كلها نتوقع انه قلت لك مو عشرات الالاف. طبعا. نتوقع مئات الالاف. كل من نكتشفهم سنشمل مكانهم. ريد بشارة احنا وجبات جديدة للوجبة السابعة، ريد بشارة عيدية، البعض يسأل عن عيدية. والله العيدية ان شاء الله قدم الطلب وانتظر قرار مجلس الوزراء في عيدية ان شاء الله. اكو عيدية ما اقدر اوعد، بس اقول ان شاء الله. تقدم الطلب. اي قدم. ايش قد راح يكون العيدية؟ يعني انا هي ما بين 50,000 إلى 100,000، ننتظر موافقة الاخوة في مجلس الوزراء. والله احنا نطالب، يعني مع الطلب اللي قدمه معالي الوزير كلامنا ان شاء الله يوصل الى دوله رئيس الوزراء، يستحقون عيديه. هسه قد هي 50 ولا قد؟ يعني باعتبار العدد كبير. العدد كبير. 50,000 راضين. اكو طرح 100,000 اكو طرح 50,000. 100,000 اما اذا، لانه اكو طرح انه العيديه تروح للارامل اكثر. زين. شيء والعاجزين. اذا اكو طرح لا يعني والله نضم صوتنا لا صوت الوزير ونطالب دوله رئيس الوزراء 100,000. انت كريم والناس تستاهل.